لما بدأ يشتكي من ظروفه ويشتكي من المشكلات اللي بيمر بيها، ما كانش يعرف انه الان مركز تركيز تام على النقصان، مركز تركيز تام على القلة، على الحاجة. والدنيا يا صديقي ما بتديش محتاج. اهلا بكم في جلسة عميقة من جلسات النظام الطاقي على اليوتيوب، معكم سواح. جلسة الحمد، تفعيل الحمد، اكتساب طاقة الحمد لجلب النعم. اوقات كتير يا صديقي ممكن انك انت تفضل او انت تفضلي تركزي على المشكلات، تستشعري الحاجة، انك محتاج، انك محتاجة، وبالتالي ما يزيدش عندك غير الاحتياج. ولما نقول انه الحمد يجلب النعم، تبدأ كالعادة والخطأ اللي بنقع فيه كلنا تردد بلسانك الحمد لله، لعل وعسى انه ربنا يجلب ليك النعم. في الجلسة دي يا صديقي انت هتطبق تأمل الحمد لاكتساب طاقة الحمد، جلسة لتفعيل الحمد في حياتك، زي ما تكلمنا عن الفرق بين ترديد الاستغفار واكتساب طاقة الغفران. الجلسة دي الهدف منها بتطبيقها وتفعيل طاقة الحمد فيها هو جلب النعم. هتشوف نعم كتير قوي ما كنتش واخد بالك منها، وبالتالي هتركز عليها، وبالتالي هتزرع صور ذهنية في عقلك، وبناء عليه تجلب النعم لحياتك بفضل وأمر وهبة من رب العالمين العزيز ذو الفضل الوهاب. خليني ارحب بيك. لو انت جديد معانا سجل اشتراكك في القناة، فعل الجرس عشان يوصلك اشعار بكل جديد بننشره. وكمان ما تنساش كعادة كل الجلسات العميقة انك تحكي في التعليقات كل اللي حصل معاك اثناء الجلسة واللي حصل بعد الجلسة، علشان تشجع غيرك انه ما يأجلش وما يسوفش وما يترددش، ويبدأ فورا التغيير، يبدأ فورا اكتساب طاقة عظيمة وهي طاقة الحمد. كمان لو حابب تتواصل معانا تقدر تتواصل على واتساب اللي ظاهر امامك على الشاشة الان، الرقم اللي ظاهر، سواء كان للاستفسار او للاستشارات او حتى للحصول على الكورسات اللي بتقدمها النظام الطاقي من اي مكان في العالم. كل المطلوب منك انك انت تكون في حالة استرخاء وهدوء وفي مكان مريح بالنسبة لك، وتبدأ انك انت تكتسب طاقة الحمد من خلال هذه الجلسة. وكمان ما تنساش انك تشارك معانا في النشر وتدعو غيرك للانضمام لأسرة الوعي والنور، أسرة النظام الطاقي. قل بسم الله الرحمن الرحيم وابدأ تنفيذ وتفعيل طاقة الحمد، وتقدر تنفذها في أي وقت من اليوم وبأي عدد من المرات، واستمر عليها وشوف النتيجة. قول بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عايزك تستسلم تماما، تسترخي وتاخد نفس عميق، تتخيل انه بيدور في جسمك بالكامل. خرج النفس ببطء، كرر العملية مرة اخرى، نفس عميق يدور في جسمك بالكامل، كل خلية في جسمك تسترخي تماما، تستسلم لله رب العالمين. كمان مرة هتاخد نفس عميق، تتخيل انه بيوصل لحد اصابع قدميك الاثنين، ثم خرج النفس ببطء، استشعر كأن قدميك في حالة استرخاء تام واستسلام. خد نفس عميق، خليه يدور في منطقة البطن، خرج النفس. كمان مرة نفس عميق يدخل يدور في منطقة الصدر، خرج النفس ببطء،
نفس عميق، تخيل انه بيدور الان في كتافك وفي ايديك الاثنين لحد اصابع يديك. كل جزء فيك بيسترخي، كل جزء فيك بيستسلم. خرج النفس ببطء، نفس عميق، خليه يدور في رقبتك ورأسك كأنه بيدور حوالين العقل، حوالين مخك. خرج النفس ببطء، وانت بتخرج النفس غمض عينيك، ما تفتحش عينيك غير آخر الجلسة. بهدوء تام واستسلام، أي أصوات بتسمعها في الخلفية حتى لو مش فاهمها، حتى لو مش مركز فيها، اترك عقلك الباطن هو اللي يركز، اتركه يشحن بطاقة الحمد، اتركه يستسلم لله ويغير الصور الذهنية فيه بالكامل. بصوت خافت وبحضور قلبك ردد الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين. عايزك طوال الجلسة تتخيل كل النعم التي لديك. عايزين نخلي الصور الذهنية اللي في العقل تكون كلها إيجابية، كلها نعم موجودة. بتركزنا على النعم دي ستزداد وتكثر في حياتنا بإذن الله تعالى. الحمد لله رب العالمين. مهما كانت النعم اللي عندك، بيتك، أسرتك، الموبايل اللي ممكن تكون بتسمعني منه، أو الكمبيوتر، أي نعمة عندك حتى لو كانت ملابس، الحمد لله رب العالمين. تذكر أكتر، تذكر كل النعم اللي عندك، ملابسك اللي انت لابسها الآن، موبايلك، طعامك، بيتك. لا تستصغر نعمة، الحمد لله رب العالمين. تذكر أكتر، ازرع في عقلك صور أكتر. الحمد لله الذي بعزته وجلاله تتم الصالحات. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. تذكر أكتر وخد نفس عميق يدور في جسمك كاملا، وخرج النفس ببطء شديد. كل ما بتكرر عملية التنفس للاسترخاء والاستسلام، تخيل ان معها انت بتثبت في عقلك الصور الذهنية للنعم اللي موجودة في حياتك. نفس عميق يدور في جسمك بالكامل، خرج النفس ببطء. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي أحصى كل شيء عددا وجعل لكل شيء أمدا ولا يشرك في حكمه أحدا. الحمد لله رب العالمين. نفس عميق يثبت الصور الذهنية لكل النعم اللي عندك. لا تستصغر نعمة مهما كانت، حتى لو كان كوب مياه أمامك. استشعر، استشعر كل ما أنعم الله به عليك، أسرة، بيت، سيارة، موبايل، أي شيء، ملابس. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي جعل لكل شيء قدرا وجعل لكل قدر أجلا وجعل لكل أجل كتاب. الحمد لله رب العالمين.
الحمد لله الذي على فقهر وملك فقدر وعفى فغفر وعلم فستر وهزم فنصر وخلق فنشر. الحمد لله عدد ما خلق، الحمد لله ملء ما خلق، الحمد لله عدد ما في السماوات وما في الأرض، الحمد لله عدد ما أحصى كتابه، الحمد لله عدد كل شيء، الحمد لله على كل شيء. نفس عميق يدور في جسمك كاملا، خرج النفس ببطء. كمان مرة نفس عميق، تخيل أكتر، ركز أكتر على كل نعمة لديك، استشعرها، ركز فيها كأنك لأول مرة بتشوف النعمة دي أو بتكتشف أن أنت عندك نعم. مستور، لديك ملابس، لديك طعام، لديك أسرة، لديك بيت، لديك سيارة، لديك كمبيوتر، لديك مال، لديك أي نعمة مهما كانت تذكرها الآن. تذكر نعمة الصحة، نعمة التوفيق، نعمة الحفظ والحماية، نعمة الأمان، نعم كتير جدا 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 ما كانتش موجودة كصور ذهنية في عقلك الباطن، احنا بنركز عليها الآن. فبإذن رب العالمين نستشعر الامتنان لله، نفعل الحمد لله، وبالتالي نجلب كل النعم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي جعل لكل شيء قدرا وجعل لكل قدر أجلا وجعل لكل أجل كتاب. الحمد لله رب العالمين الذي علا فقهر وملك فقدر وعفى فغفر وعلم فستر وهزم فنصر وخلق فنشر. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله عدد ما خلق، الحمد لله ملء ما خلق، الحمد لله عدد ما في السماوات وما في الأرض، الحمد لله عدد ما أحصى كتابه، الحمد لله عدد كل شيء، الحمد لله على كل شيء. نفس عميق، ركز أكتر واستشعر النعم اللي عندك، وحاول تبتسم ابتسامة رضا، ابتسامة حمد وامتنان لله. كن ممتن، اجعلها أمر لعقلك، كن ممتن، كن حامدا لله. نفس عميق خليه يدور في جسمك كاملا، استسلم أكتر، اجعل كل خلية وكل عضو في جسمك يسترخي. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. اللهم تقبل منا، اللهم تقبل منا، اللهم تقبل منا. الحمد لله الذي بعزته وجلاله تتم الصالحات، كل الصالحات، كل النعم اللي بنتمنى جلبها، كل النعم اللي بنتمنى انها تفضل ونحافظ عليها، كل النعم
اللي بنتمنى من ربنا انه يزيدها. الحمد لله الذي بعزته وجلاله تتم الصالحات. استشعر اكتر وركز اكتر على كل النعم اللي عندك. نفس عميق خليه يدور حوالين عقلك كأنه الآن بينظف عقلك وبيشحنه بطاقة امتنان وحمد، بيزرع فيه صور ذهنية لكل النعم التي لديك. استشعرها حتى تبتسم، استشعرها حتى ترضى. كمان مرة نفس عميق، ركز اكتر. الحمد لله حتى يرضى الله. 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 الحمد لله على ستره، الحمد لله على رزقه، الحمد لله على نعمه، الحمد لله على فضله، الحمد لله على وجود الله، الحمد لله على وجود الله، الحمد لله على وجود الله. خد نفس عميق، اجعله يدور في جسمك بالكامل. خرج النفس ببطء. كرر تاني العملية. نفس عميق، ازرع مع دخول النفس كل الصور الذهنية لكل ما لديك من نعم. خرج النفس ببطء. استسلم واجعل كل خلية فيك تستسلم. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. الحمد لله على توفيق الله. أكبر نعمة إن ربنا يوفقك، يهديك لسبيل، يهديك لطريق يكون منفعة ليك. فالحمد لله. الحمد لله على توفيق الله ليك انه ينجيك من مشكلة، ينجيك من ازمة. الحمد لله انه علمك، ودي اكبر نعمة. الحمد لله. اللهم لك الحمد، انت نور السماوات والارض. اللهم لك الحمد، انت نور السماوات والارض. اللهم لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض. 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 نفس عميق يدور في جسمك كاملا. خرج النفس ببطء. كمان مرة نفس عميق. تخيل انه بيلمس كل خلية في جسمك. خرج النفس ببطء شديد. اللهم لك الحمد،
ملء السماوات وملء الأرض. اللهم لك الحمد، ملء السماوات وملء الأرض. اللهم لك الحمد، ملء السماوات وملء الأرض. اللهم لك الحمد، ملء السماوات وملء الأرض. اللهم لك الحمد، ملء السماوات وملء الأرض. نفس عميق، استسلم تماما، ركز أكتر على كل ما لديك من نعم كما ذكرنا. خرج النفس ببطء. اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، منان بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام. اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، منان بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام. اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، منان بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام. اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، منان بديع السماوات والأرض. نفس عميق يدور في جسمك كاملا، وخرج النفس ببطء شديد. الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا، الحمد لله الذي كفانا وأوانا، الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا، الحمد لله الذي كفانا وأوانا، الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا، الحمد لله الذي كفانا وأوانا. خذ نفس عميق يدور في جسمك كاملا. خرج النفس ببطء كمان مرة. نفس عميق يدور في جسمك بالكامل. استشعر كل النعم. خرج النفس ببطء. بسم الله ما شاء الله، لا يسوق الخير إلا الله. تخيل كل الخير اللي انت حابب انك تجلبه لحياتك، تخيل ليه بيقرب منك. بسم الله ما شاء الله، لا يسوق الخير إلا الله. رددها بامتنان، باستسلام، رددها بمحبة، بحمد لله. بسم الله ما شاء الله، لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله، لا يصرف السوء إلا الله. تخيل كل السوء بيبعد عنك، مشاكل، مضايقات، الناس سلبيين. بسم الله ما شاء الله، لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله، تخيل كل ضرر بيبعد. لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله، ما كان من نعمة فمن الله، أي نعمة مهما كانت. بسم الله ما شاء الله، ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله، ما كان من نعمة فمن الله. ركز على أي نعمة عندك وردد بقلبك. بسم الله ما شاء الله، ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله، ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله،
ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله. ما كان من نعمة فمن الله. ركز أكتر على كل نعمة لديك، وتخيل إن هي بتثبت الآن في عقلك، بتثبت محاطة بطاقة امتنان وحمد. بسم الله ما شاء الله. ما كان من نعمة فمن الله. خد نفس عميق، خليه يدور في جسمك كاملا، خرج النفس ببطء. بسم الله ما شاء الله. ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله. ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله. ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله. ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله. ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله. ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله. ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله. ما كان من نعمة فمن الله. نفس عميق يدور في جسمك كاملا، خرج النفس ببطء. كرر تاني، نفس عميق يدور في جسمك كاملا، خرج النفس ببطء. كمان مرة نفس عميق، خرج النفس باستسلام تام. اللهم لك الحمد كله، وإليك يرجع الأمر كله، علانيته وسره. اللهم لك الحمد كله، وإليك يرجع الأمر كله، علانيته وسره. اللهم لك الحمد حمدا يملأ الميزان، ولك الحمد عدد ما خططه الأقلام. اللهم لك الحمد حمدا عدد ما أحصاه الكتاب. اللهم لك الحمد حمدا عدد سعة رحمتك. اللهم لك الحمد على ما أعطيت. اللهم لك الحمد على ما منعت. اللهم لك الحمد على ما قبضت وما بسطت. اللهم لك الحمد على كل نعمة أنعمت بها علينا، في قديم أو حديث، في خاصة أو عامة، في سر أو علانية، في حي أو ميت، في شاهد أو غائب. اللهم لك الحمد دائما أبدا. نفس عميق يدور في جسمك كاملا، خرج النفس ببطء. نفس عميق، تخيل انه بيوصل لحد اصابع قدميك. خرج النفس ببطء شديد، نفس عميق يدور في منطقة البطن والصدر. خرج النفس، نفس عميق يدخل في كتافك ويديك الاثنين لحد اصابع يديك. خرج النفس ببطء، نفس عميق يدخل في رقبتك والرأس، خليه يدور في منطقة الرأس. خرج النفس ببطء شديد، فتح عينيك، ردد بصوت خافت: بسم الله ما شاء الله، لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله،
لا يصرف السوء إلا الله، بسم الله ما شاء الله، ما كان من نعمة فمن الله، بسم الله ما شاء الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، بسم الله الرحمن الرحيم. كده تقدر انك انت تبدأ حياتك بعد تفعيلك طاقة الحمد وطاقة الامتنان، تقدر تستمر على الجلسة دي زي ما تريد، يعني اكتر من مرة في اليوم مفيش مشكلة، تعملها كل يوم مفيش مشكلة، قبل نومك اوكي، وبعد ما تصحى مفيش برضو مشكلة، ملهاش اي التزام غير انك انت تكون مستمر عليها من وقت للتاني عشان تشحن طاقة حمد وطاقة امتنان واستسلام لله بشكل اكبر بكتير. ما تنساش اللي هيحصل معاك اثناء الجلسة واللي هيحصل معاك بعد الجلسة، تدخل في نفس الجلسة هنا في نفس الحلقة تعلق علشان تشجع غيرك انه ما يأجلش وانه يبدأ في التنفيذ فورا. كمان لو حابب انك تتواصل معانا، سواء كان الاستشارة، سواء كان الاستفسار، سواء كان للحصول على اي كورس من كورسات النظام الطاقي من اي مكان في العالم او اي جلسة خاصة، الرقم اللي ظاهر امامك على الشاشة عبر واتساب تقدر تتواصل من خلاله. ما تنساش انك تدعو غيرك، صديق قريب مهما كان هو مين، قول له اهلا بيك معانا، انضم لأسرة النظام الطاقي، أسرة الوعي والنور، خليه يبقى واحد مننا ويكون دايما مستمر معانا. نلتقي على خير في حلقات اخرى وجلسات اهم واعمق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.